موضوع ملف الكاتيوشا، هل لعبتم دور؟ هسه انا طلعت من الكاتيوشا ورحت ايام رجعتني على الكاتيوشا. احنا ايش عندنا غير كاتيوشا؟ العراقيين من شمال الجنوب ما يحجون بس بالكاتيوشا، نوبه بشرك وصلت لاربيل، انت مطلع عليها. هل لعبتم دور في التهدئه او الهدنه خصوصا بملف قصف محيط السفاره واستهداف البعثات الدبلوماسيه؟ تدري هذا واجبي وواجب الاخرين. مو أنا الشخص الوحيد، العديد لعبوا دور. قبل 6 أشهر 7 أشهر من بدأت كوزير خارجية، من رحت إلى إيران ناقشنا هذه المسألة في إيران. شو العلاقة إيران بالكاتيوشا؟ لا ما له علاقة، أنا ما قايل له علاقة، لكن مناقشة راح يصير. مناقشة ناقشنا مع الأمريكان، وش عنده علاقة زين. لكن هذه المناقشات كانت مفيدة، أعتقد مفيدة، كانت مفيدة. أسهل عليك، هل هل فعلا يعني إيران تدخلت بشكل مباشر بموضوع التهدئة وطلب من الفصائل، يعني إيران طلبت من الفصائل إيقاف استهداف البعثات الدبلوماسية؟ أولا خلي أكد أنه الإيرانيين قالوا إحنا ما عندنا علاقة ويا هذه الأشياء وهذه الأساليب وهذه المجاميع. هذا واحد زين، هذا ما ذكره الإيران، وإحنا ما طلبنا من عندهم يدخلون بهذه المسائل زين. لكن ناقشنا هذه المسائل معهم، وناقشنا هذه المسائل معهم، وأيضا داخليا بدأت النقاش هنا. أعتقد شلون داخليا؟ إذا نشوف إحنا قبل الانتخابات، الانتخابات الأمريكية إلى مجيء الشهر بايدن. الأول أو الشهر إلى مجيء بايدن ما كان أي شيء موجود. بعدين صارت حادثة واحدة أو اثنين هم توقفت. إيه أعتقد قل الداخلية البعثات الدبلوماسية هسه تم تجميدها، هذا خوش.